لماذا يشعر البعض بالصداع بعد ممارسة رياضة الجري؟ بعد الانتهاء من ممارسة رياضة الجري بصداع في أحد جانبي الرأس أو بكامل الرأس، وقد يمتد الأمر لفترة طويلة مما يحتاج للعلاج. لهذا نتعرف في السطور القادمة على أهم أعراض الصداع بعد الجري ومتى يجب على الرياضي الذهاب للطبيب. يحدث الصداع نتيجة ممارسة أي نشاط بدني سواء أثناء أو بعد الجري، وقد يستمر الألم في أي مكان من بضع دقائق إلى بضعة أيام، ويحدث هذا النوع من الصداع لأسباب غير معروفة. لكن يعتقد بعض الخبراء أنه مرتبط بضيق الأوعية الدموية الذي يحدث عند ممارسة الرياضة، وهو ما يسمى بالصداع الثانوي الداخلي. وهذه أهم أعراض الصداع بعد الجري. متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟ الشعور بالصداع بعد الجري عادة لا يدعو إلى القلق، ولكن فكر في تحديد موعد مع الطبيب إذا لاحظت ظهور أعراض أخرى مصاحبة للصداع لإجراء فحوصات طبية لتحديد العلاج المناسب.